بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أتممنا ولله الحمد والمنة في الدرس الماضي ما تعلق بدراسة كتاب الزكاة من مؤلف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله تعالى، منهج السالكين. نراجع ما أخذنا في كتاب الزكاة ثم بعد هذا نبدأ. من يعرف لي الزكاة لغة وشرعا؟ نعم، لغة من النماء. طيب، وسميت بهذا الاسم، سميت الزكاة بهذا الاسم لأنها تزكي أي تنمي المال. نعم، لو تنظر الآن إلى الزكاة فيما يرى بعض الناس أنها تنقص من المال، لكن هي في الحقيقة تزيد المال. وإذا تنظر مثلا في الربا تجد أن يزيد، وهو في الحقيقة يمحق الله الربا ويربي أي يزيد وينمي الصدقات. وهذا الذي يبقى، الذي يبقى هو هذا، ويخلف الله سبحانه وتعالى عليك بأكثر مما تتصدق. ثم في الزكاة رضاء لله سبحانه وتعالى، تنمية للمال، تكافل اجتماعي. نعم، فيها إزالة الغل والحقد الذي يكون في قلب بعض الفقراء مما يكون من الشيطان، فعندما تعطيه يذهب هذا بإذن الله، وغير هذه من الحكم التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. الصدقة سميت بهذا الاسم الصدقة لأنها تدل على صدق الدافع لها. نعم، إنما الصدقات، لماذا سميت صدقة؟ لأنها تدل على صدقه، أنه صادق مع الله سبحانه وتعالى. شرعا عبادة تتضمن عبادة ماذا؟ إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص إلى طائفة مخصوص، يعني ثلاث أشياء. جزء مخصوص وهو إما أن يكون عليه زكاة مال أو زكاة بدن. زكاة البدن زكاة الفطر، والحكمة من زكاة الفطر طهرة تطهر الصائم من اللغو والرفث، لأنه لابد أن يكون هناك في عمل الإنسان شيء. ومن ما جاءت به الشريعة أننا نتابع الأعمال الصالحة بالأعمال الصالحة، والسنة تجر أختها. زكاة الفطر تكون في عيد الفطر، لها وقت جواز ووقت استحباب ووقت تحريم. وقت الجواز قبل يوم العيد بيوم أو يومين، استحباب وأفضلية من صلاة فجر يوم العيد إلى صلاة العيد، ووقت تحريم بعد صلاة العيد. مقدار زكاة الفطر صاعا من طعام، والأولى والذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عليهم أن تخرج طعام قوت. نعم، والأولى أن تكون من قوت البلد، أنفع للفقراء. طيب، أما زكاة المال، نعم، ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ أربعة: السائمة من بهيمة الأنعام، السائمة
هي التي ترعى أكثر الحول أو كل الحول من الأشجار التي تكون في الأراضي التي ليس لها مالك ولم يعني يزرعها. السائمة من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم، الإبل ذات سنام أو سنامين، والبقر أو الجواميس، والغنم سواء كانت ماعز أو غاء. نعم، خرج بهذا ما لو كان لديه خيول مثلا أو دجاج أو ما إلى ذلك. السائمة من بهيمة الأنعام لابد فيها من الحول، مضي الحول، وأن تبلغ النصاب. ذكرنا النصاب في الإبل، من يعرف بلوغ النصاب في الإبل كم؟ بلوغ النصاب في الإبل، نعم، خمسة من الإبل، من واحد إلى أربعة هذه ليس فيها شيء إلا نشاء ربها، تخرج من غير الجنس، هذا فيما دون 25، في كل خمسة شاء، ستة من الإبل شاء، تسعة شاء، واحد، فما بين الخمسة ودون العشر هذا أعلى من الخمسة ودون العشر فهذا وقص، يعني ما بين الفريضتين، الفريضة الأولى فيها شاء، الفريضة الثانية فيها شاء، الثانية فيها شاتان. طيب، فإن جاء بلغت 25 فالزكاة تكون منها. وذكرنا أن ما يخرج من الإبل، أنواع الإبل لها أسماء تنسب إلى الأم، الصغيرة تنسب إلى الأم، بنت مخاض ما تم لها سنة، وبنت لبون ما تم لها سنتان، وحقة ما تم لها 3 سنين، وجذعة ما تم لها 4 سنين، وسوف يأتينا أن ما تم لها 5 سنين الثني من الإبل، مفهوم؟ نعم. طيب، فإن جاوز بلغت 25 إلى 120 هذا نرجع فيه للحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن جاوزت يكون في كل 50، في كل 50 أجلس، من يعرف؟ نعم، في كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون، والوقص 9 فما دون. فلو خرج معك الوقص 10 فالحل خطأ، ومثلنا بأمثلة. طيب، الثاني البقر، تبيع ما تم له سنة أو تبيع، ومسن أو مسن ما تم له سنتان، من 30 إلى 39 تبيع وتبيع، بلغت 40 إلى 59 مسن أو مسن، ثم بعد هذا تحسب ولا إشكال، والوقص 9 فما دون. نعم. طيب، الغنم إذا بلغت 40 ففيها الزكاة، ودون هذا ليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، ففيها شاء إذا كانت 40 إلى 120. طيب، فتح الله عليك. بعد هذا، هذا الأول، السائمة من بهيمة الأنعام. الثاني، نعم، تقدم، الخارج من الأرض أي الحبوب والثمار، زكاة الحبوب والثمار لا يشترط فيها مضي الحول،
مجرد ما يأتي وقت الحصاد وآتوا حقه يوم حصاده ولا يؤخر إلى يوم. طيب الحبوب والثمار خرج بهذا الفواكه والخضروات، كم مقدار الزكاة؟ ننظر في كيفية السقي، إذا كان السقي بغير كلفة ففيها العشر، وإذا كان بكلفة أي بمشقة ودفع مال وإخراج ومولدات وما إلى ذلك فيها نصف العشر، هذا خارج من الأرض. الثاني، الثالث، من يعرف؟ نعم، الثالث زكاة النقدين، الذهب والفضة والعملات الورقية عندنا اليوم. زكاة الذهب لابد في الذهب والفضة من مضي الحول وبلوغ النصاب سواء كان في الذهب أو في الفضة، فنصاب الذهب 85 جرام فما فوق، دون هذا ليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها. طيب أما الفضة 595 جرام، زكاة النقدين، زكاة الأموال النقدية الآن عندنا، ماذا نصنع؟ عند مضي الحول تنظر كم لديك من مال، وتنظر في مقدار ما يساوي 85 جرام من ذهب و595 من فضة، أقل سعر هو النصاب في العملة الورقية. طيب كم مقدار الزكاة؟ تقسم على 40 والحمد لله. الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، يعني ما أعد للبيع والشراء والتجارة. عروض التجارة أوسع باب لأنه تشمل كل شيء. نعم، يعمل في الفواكه والخضروات، لديه دكان كبير سوبر ماركت يبيع فيه تفاح وبرتقال وموز وبقدونس وخضروات، قلنا هذا ليس إذا كان من خارج من الأرض ليس فيه زكاة، لكن هنا عرض تجارة فلا بد من إخراج زكاة عروض التجارة. هناك أي في الخارج من الأرض يخرج العشر أو نصف العشر، هنا إذا مضى عليه الحول يقدر كم في هذا الدكان من بضائع، قال 40,000 يورو، إذن فيها 1,000 يورو. نعم، كذلك لديه أغنام يبيع غنم في أماكن بيع الأغنام، فهذا الآن هل هذه الأغنام ترعى؟ لا ترعى، هو يطعمها. في ذاك الباب، باب السائمة، ليس عليه زكاة، لكن هنا في باب زكاة عروض التجارة ففيها ماذا؟ فيها زكاة. كم لديه؟ 10 من الغنم ففيها الزكاة هنا. لماذا؟ لأن هنا نرجعها إلى عروض التجارة لا إلى السائمة من بهيمة الأنعام، مفهوم؟ طيب أجلس فتح الله عليك. ذكرنا أن الزكاة تنقسم إلى قسمين، زكاة واجبة وزكاة مستحبة، أو إن شئت فقل زكاة وصدقة. نعم، طيب ندفع الزكاة إلى من؟ الزكاة لابد أن تصرف للمستحقين للزكاة وهم الأصناف الثمانية، ولا يجب أن نعطي الكل. نعم،
فيصح الاقتصار على واحد منهم، لكن ينظر أيهما أنفع. من يذكر لي الأصناف الثمانية؟ الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وكيف تدفع؟ نعم. الأول الفقير، وهو الذي لا يجد شيء أو يجد دون الكفاية، ونحن نعطي الفقير والمسكين ما يكفيه لعام واحد هجري، ولا يحل له أن يأخذ أكثر من هذا، يحرم عليه. فهذا الفقير. المسكين يجد لكن دون الكفاية، نعم يجد أكثر من النصف لكن دون الكفاية. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، هؤلاء الذين يبعثهم السلطان ويعينوا من قبل السلطان، يعطيهم السلطان من الزكاة. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أهدي إليه هدية فردها، فقالوا ترد الهدية وقد قبلها النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم؟ قال هي لهم هدية ولنا هدايا عمال، أي رشوة. وعندما خرج أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يأتي بالزكاة ويجمع الزكاة، قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال هل لا جلس أحدكم في بيت أمه أينظر أيهدى إليه شيء؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة لليهود فقالوا هذا لك، فقال لهم يعني والله كذا، يعني لا آخذ شيء ولا أزيد ولا أنقص، يعني يتعامل معهم بالعدل. قال اليهود قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا أي بالعدل قامت السماوات والأرض. هذا الذي يعني قد تتساهل فيه من أكل أموال الناس بالباطل، نسأل الله السلامة والعافية، تعذب عليه. ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. فإذا طلب منك إنسان أن توزع له مال على الفقراء والمساكين ما تأخذ منه شيء لأنك وكيل، وإذا أردت شيء ترجع إليه وتقول لابد أن تعطيني شيء غير هذا المال. ثم إخواننا الزكاة أوساخ الناس، أوساخ الناس. لماذا؟ لأنه يطهر المال، يطهر المال لابد يخرج شيء، فهذه أوساخ الناس. وما تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وما فتح عبد باب مسألة نسأل الله السلامة والعافية إلا فتح الله عليه باب فقر لا يغلق. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ثم قال وفي الرقاب، اللام في أول الآية للتمليك، تملك الفقير والمسكين وعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، تمليك. أما الرقيق ما تعطيه شيء، تعطي السيد حتى يعتق العبد. وكذلك الغارم لا تعطيه، تعطي صاحب الدين. نعم. ثم قال وفي سبيل الله، قلنا في سبيل الله يشمل كل أبواب الخير، صح، بناء المساجد وتعبيد الطرق وإجراء العيون وحفر الآبار، صح. أعوذ بالله يا رجل، قلنا ما يصح هذا أصلا، لأن لو كان هذا الكلام صحيح
لكانت الآية إنما الصدقات في سبيل الله فقراء ومساكين ومساجد وتعبئة الطرق وغيره. في سبيل الله الجهاد ويشمل طلاب العلم، وعلى قول يشمل الحج في سبيل الله. آخر شيء وابن السبيل المنقطع عن السبيل. طيب، بعض الناس يقول يأتيني إنسان ويقول أنا غريب وكذا، إذا غلب على الظن أنه صادق تتحرى قدر المستطاع وتعطيه، فقير مسكين ابن سبيل كذا. والغارم قلنا إما غارم لنفسه أو لغيره. إذا شككت في إنسان وتخاف تعطيه وأنت تريد أن تعين هذا، فماذا تصنع؟ قال أن ابن السبيل يحتاج إلى السفر ويريد مال حتى يشتري تذكرة الرجوع إلى أهله، وليس لديه مال ومنقطع وشكى الحاجة، فماذا تصنع؟ تذهب وتشتري له تذكرة والحمد لله. جاءك إنسان وتشك فيه أنه يريد المال للمخدرات مثلا، فماذا تصنع؟ قال تعبان مريض واحتاج إلى طعام، أعطني مما أعطاك الله. ماذا تقول؟ تقول تعال اشتري لك طعام ولباس. قال لا، تعطيني مال لا تعطيه. وهذا معروف أنه ما أراد إلا نسأل الله السلامة والعافية. مفهوم؟ دق فقير على رجل غني من الأغنياء، دق عليه الباب. قال من؟ قال السائل. قال انصرف. قال سبحان الله، اسمي إبراهيم، لا ينصرف إلا إذا حلي باللام أو أضف. قال ابن مالك رحمه الله وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. قال أنا إبراهيم ما يمكن لي أن أنصرف، لأن إبراهيم ممنوع من الصرف. قال لابد إذا حلي باللام أو أضف، تحلي أنصرف وإلا فأنا باقي. طيب بقي شيء؟ بقي نعم. كيف؟ نعم. يحرم إعطاء الزكاة لمن؟ لغني قوي مكتسب. نعم. الثالث آل البيت بنو هاشم ومواليهم، هؤلاء هم أهل البيت، أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم. وكافر هذا لا يعطى من الزكاة، لكن غير هؤلاء يعطون من الصدقة. نعم. يبقى معنا من؟ من تجب عليه نفقتهم، الوالدين والأولاد مثلا. وقلنا بعض الناس هدانا الله إياه ما يريد أن يخرج شيء للزوجة، يقول أعطي الزوجة وأعطي الأولاد وأعطي والدتي. فقراء يا أخي. قال والله فقراء، والدي اشترى سيارة بورش وعليه أقساط شهرية ولا يستطيع أن يدفع هذه الأقساط وكذا. طيب بقي شيء؟ نعم. جواز التقديم يصح أن يقدم الزكاة عن وقتها إذا كان هناك عارض، كما مثلنا بمثال شهر فصل الشتاء الآن، دخول الشتاء ويرى حاجة الأمة فيقدم الزكاة، هذا جائز. نعم يجوز تقديم الزكاة عن وقتها. يبقى معنا إشكال عند بعض الناس وهو زكاة الدين. زكاة الدين ما معنى هذا؟ الأخ سعيد جزاه الله خير اقترض مني 40 مليار يورو،
الآن حال عليه الحول، حال عليها الحول، هل أدفع زكاة هذه 40 أم لا؟ الجواب فيه تفصيل. التفصيل وهو إذا كان هذا الذي أخذ من الدين مليء، يعني عنده مال وغير مماطل. مماطل تعرف بعض الناس لديه أموال تطلبه حق لك، يقول إن شاء الله غدا أعطيك، تأتي غدا قال والله يا سبحان نسيت إن شاء الله تعالى بعد غد. مماطل. الثاني هذا، الأول مليء يعني لديه مال، والثاني مماطل، والثالث يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. في أناس لا يمكن إحضارهم إلى مجلس الحكم، يكون وزير، فأقول له أذهب إلى المحكمة وأرفع فيك قضية، قال اصنع ما شئت لا أحضر أصلا. فننظر الآن، الأخ سعيد مليء؟ نعم مليء. مماطل؟ الحمد لله غير مماطل. يمكن إحضار مجلس الحكم؟ نعم، مجرد ما تأتي الدعوة، حتى قبل أن تأتي الدعوة ممكن يحضر. فهذا يعتبر مالي عند هذا الأخ كأنه مال مدخر في خزنة، صحيح مليء وغير مماطل ويمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. الآن الدين هنا حي، دين حي، فها هنا لابد أن أخرج أنا الزكاة. كم؟ 40 مليار، أخرج مليار ولله الحمد. طيب دين على ميت، كيف ميت؟ دين ميت، فقير ليس لديه شيء، أخذ مني مال، مماطل ونصف، أصلا ما يجيب على الهاتف ولا على شيء، لا يمكن الاتصال به دائما، ولا يمكن إحضاره لمجلس الحكم، ليس لديه أوراق أولا ولديه معارف وكذا، فهذا دين على ميت، أخرج الزكاة لا أخرج الزكاة. طيب بعد 10 سنين تاب هذا المماطل وجاء إلي وقال تبت إلى الله، هذه 40 بعد كم؟ 10 سنين، ماذا أصنع؟ أزكي 10 سنين؟ لا، أزكي السنة الأخيرة فقط، مفهوم؟ طيب هذا ما يتعلق بزكاة يسميها العلماء زكاة الدين، مفهوم؟ طيب عندنا مسألة ثانية أود التنبيه عليها. إذا كان لدي مال، هذا المال أعطيته لفلان من الناس وقلت أمانة عندك، لا يصح أن يتصرف فيها بشيء، يأخذ المبلغ كما هو ولا يتصرف فيه بشيء، مجرد ما يخرج منه شيء وقال بعد يوم أرجع يعني هذا المبلغ، فقد ضمن المبلغ كامل. فالآن المال الذي يجعل بعض الناس في البنوك يقول هذه وديعة وأمانة، لا، في الشرع هذه ليست بوديعة، هذا قرض، لأن المال الذي تدخل في البنك ليس هو الذي تأخذه من حيث الأوراق يعني الأرقام. نعم، وهذا معناه أن من يدخل المال في البنك على ما يفتي به العلماء هو قرض. نعم، طيب على اعتبار لا تقرب البنوك قدر المستطاع، حاول حتى لا تستظل بظل البنك قدر المستطاع. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب ننتقل الآن إلى كتاب الصيام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان.
الصيام لغة الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما. في الشرع عبادة تتضمن الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. عبادة تتضمن الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إمساك ونية، هذا الصيام. إمساك ونية، الحمد لله. لو أمسك بلا نية صيامه باطل، نوى ولم يمسك عن الطعام والشراب ليس بصائم. طيب، الصيام على ما تقدم فريضة ونافلة. صيام الفريضة أقسام ثلاثة: صيام رمضان والكفارات والنذور. رمضان والكفارات والنذور. صيام النافلة إما أن يكون صيام لأيام الأسبوع الاثنين والخميس، أو لأيام الشهر، أيام البيض 13 و14 و15، نعم، أو يكون للأشهر محرم و 11 و6 من شوال و أول شهر ذي الحجة، لدخول الأيام الأولى من شهر ذي الحجة 8 أيام لدخولها تحت الأعمال الصالحة. لم يثبت، نعم، لم يثبت شيء في صيام هذه الأيام، لكن تدخل تحت الأعمال الصالحة. من أعمال الصالحة الصيام، صيام يوم عرفة، صيام عاشوراء مع 9 و11، وصيام يوم وفطر يوم، وكذلك ما يتعلق بصيام شعبان. طيب، هذا الصيام مستحب، وإن شئت فقل صيام واجب وصيام مستحب وصيام محرم. الصيام المحرم صيام يوم العيدين، وصيام يوم الشك، وصيام يوم الجمعة منفردا، وصيام كذلك يوم السبت، وصيام شهر رجب، وصيام أيام التشريق. هذا صيام محرم. إذن صيام واجب رمضان والكفارات والنذور، وصيام مستحب وصيام محرم، وصيام الدهر بقي معنا، أن يصوم الدهر ولا يفطر. من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. فرضية صيام شهر رمضان ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. متى يثبت دخول الشهر برؤية الهلال أو إتمام شعبان 30 يوم؟ والمسألة هذه قد يعني تكلم فيها العلماء وارتاح، ويكون الصيام عندكم هنا مع صيام مكة والحمد لله. الإشكال أنه في بعض الدول قال والله هذا من أحسن ما يكون، لماذا لا تجعلوا أيضا الإمساك وكذلك الفطر مع أذان مكة؟ لأننا نصوم في بعض البلدان 20 ساعة، ومكة يصوم لله الحمد 10 ساعات، وهكذا. عجب. طيب، المهم، وهذا لماذا؟ لأن فيما نعلم ونحسبهم كذلك، يعني العلماء في المملكة العربية السعودية، أنهم يتحروا رؤية الهلال وكذا، وأنه هذا ما يتعلق بالبلدان الغير مسلمة ليس فيها رؤية
وفي اختلاف بين الناس وكذا، وانت تعرف بعض البلدان يعتمدوا الان على التقاويم وغيرها، فنرتاح من هذه المساله ونرجع الى صيام مكه، وبهذا ان شاء الله تعالى يتحد الكل. طيب، يجب صيام شهر رمضان على من؟ على من؟ على المسلم؟ اوقف، خرج بهذا الكافر. الكافر لا يخاطب بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة ولا بالشيء، يخاطب بالشهادتين، فإذا أسلم نتدرج معه، صحيح؟ نعم، الإسلام والعاقل خرج بهذا. المجنون، هل يجب الصيام على السكران؟ يا أخوان، من يقول لا؟ أنت أوقف، ما قلت؟ أوقف، من قال لا؟ ما تعرف؟ يا أخي ما تسمع؟ هل يجب الصيام على السكران؟ سبحان الله يا رجل، السكران مجنون؟ أسألك أنا السؤال واضح، هل السكران مجنون؟ لا، المجنون أحسن منه والله. طيب خلاص اترك هذا، هل يجب الصيام على السكران؟ يا أخي ما تستطيع أن تقول لا، اتق الله، لأنك لو قلت لا يجب الصيام على السكران، بعض الناس يشرب الخمر وقال الحمد لله افتني فلان، ما أصوم، لا يجب الصيام على السكران، نقول له تصوم ولا تشرب الخمر، ماذا بك؟ اجلس. طيب، إسلام وعقل والبلوغ، هل يجب الصيام على الصغير؟ لا يجب، ولنا فالصغير مخاطبة من وجهين، نخاطب الصغير من وجهين، وجه أن نحث على الصيام، وجه يحث الولي على الصيام ويعود وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. من العجب العجاب أن ترى الصغار يصوم، ولو أسأل أكثر من هو الآن معنا هنا عن أمه أو عن أخته، خالتي أو عمتي أو جدتي، هل رأيت يوم من الأيام واحدة من هؤلاء تأكل في نهار رمضان، مع أنها في الغالب أن يأتيها أيام في رمضان معذورة، هل رأيت هذا؟ يقول ما رأيت قط. وتجد من يقول أنه مسلم في نهار رمضان يتعمد الأكل، لا، شرب الدخان، نعم. طيب، إسلام وعقل وبلوغ، نعم، القدرة على الصيام، خرج بهذا العاجز عن الصيام إما لمرض أو سفر أو كبر في السن، نعم. يا أخي اصبر معي، المرأة الآن مسلمة وعاقلة وبالغة وغير مريضة، لكن جاء دم الحيض والنفاس، تصوم؟ لا تصوم، إذا لابد الخلو من الموانع، مفهوم؟ طيب، وغيره؟ غير هذا، نعم، هي ماذا بها؟ نعم. مقيم. طيب، أنا أكون مقيم غير مسافر وصحيح، يعني قادر خرج بهذا العاجز، مقيم خرج بهذا المسافر، المسافر لا يجب عليه الصيام، لكن الأولى بالمسافر أن يصوم. لماذا؟ لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إدراك فضيلة الشهر، وفيه أن الصيام مع الناس سهل، نعم، وفيه أن هذا إبراء للذمة، لأنه قد يؤخر ولا يصوم، الله يفتح عليك، نعم. طيب،
النية في الصيام، هل هناك فرق بين النية في الفرض والنية في النفل؟ من يعرف؟ ها محمد تقدم. هل هناك فرق في النية بين الفرض والنفل؟ نعم، النية في الفرض لابد تبييت النية من الليل. كيف يبيت النية؟ مجرد أن يأتي الخبر بدخول شهر رمضان ماذا يصنع؟ ينوي. ماذا يقول؟ اللهم إني نويت صيام هذا العام 1436 في مدينة كذا على توقيت كذا في يوم كذا. يصح؟ النية محلها القلب، وكل واحد منا عندما يسمع دخول الشهر نوى الصيام، صحيح؟ نعم. وتكفي النية في أول الشهر عن الشهر كاملا، الله يفتح عليك. أما صيام النفل فيصح من أي ساعة من النهار حتى لو قبل غروب الشمس بلحظة، ما لم يأكل أو يشرب أو يأتي بمفسد الصيام. مثاله هذا الأخ استيقظ بعد صلاة الفجر وما شاء الله أكل وشرب، وبعدين بعد هذا قال أريد أن أصوم. يصح؟ لا يصح. لكن نام على نية أنه يصوم، استيقظ صائما الآن، أكل وشرب ثم تنبه أنه صائم، ماذا يصنع؟ يتم الصيام. طيب، أي مرض الذي يمنع من الصيام؟ جرح في إصبعي وقيل له لماذا تفطر في نهار رمضان؟ قال مريض. عطاس، زكام، وجع في العين، وجع في الضرس، يصح؟ نعم. تخاصم رجلان، قال الأول للثاني لا وجع إلا وجع العين، ولا هم إلا هم الدين. الدين هم، هم بالليل وذل بالنهار، نسأل الله أن يقضي عني وعنكم يا رب. قال الثاني لا 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 والله، لا وجع إلا وجع الضرس، ولا هم إلا هم العرس. من الذي غلب؟ لا شك. نعم، أي مرض يمنع من الصيام يتضرر. مثاله أنت تعرف بعض الناس مريض مثلا بالسكر، وقال له الطبيب ما يمكن أن تصوم، هذا الصيام في حقه محرم، ولا تلقي بأيديكم إلى التهلكة. قال والله أنا أحب الصيام ولا بد أن أصوم. نقول لا، مفهوم؟ نعم. طيب، فتح الله عليك. مفسدات الصوم، مفسدات الصوم، لا حول ولا قوة. نعم، الأكل والشرب عمدا خرج بهذا، ما لو نسي وأكل أو شرب، الأكل أو الشرب. طيب، ما جرى مجرى الأكل والشرب؟ أخذ هذه القطعة من المناديل وابتلعها، أفطر، جرى مجرى الأكل والشرب حتى إن كانت تضر أو لا فائدة. شرب خمر، أفطر أم لا؟ نعم نعم أفطر. في عاقل يشرب خمر؟ والله عرض الخمر على البهائم فأبت الشرب منه، والله. في عاقل يشرب الخمر؟ في؟ ما في. يشرب الخمر هذا المجنون أحسن منه. نعم والله، صحيح. طيب، الإبر المغذية
هذه تقوم مقام الطعام والشراب، صح؟ نعم. سيروم، سيروم، سيروم. إذا جاء المستشفى وضع له السيروم أفطر، لأن تقوم مقام الطعام والشراب. لكن أخذ حقنة من أجل تخفيف الألم، تقوم مقام الطعام والشراب؟ لا. قطرة العين، وضع قطرة في عينه، وجد أثر القطرة في حلقه، أفطر؟ يا أخي، وضع قطرة في عينه وعندما وضعها وجد المرارة في حلقه، أفطر أم لا؟ إخواننا اللي يعرف يرفع إصبعه. نعم يا أخي، أفطر؟ هل رأيت يوم من الأيام أحد يشرب من عينه؟ سبحان الله، رأيت أحد إذا أراد أن يشرب يشرب من عينه؟ ما نجد أحد إذا أراد أن يشرب يشرب من عينه، ممكن أو من إذنه. إذا هذا ليس من المفطرات إخواننا، حتى لو وجد أثرها في حلقه، سبحان الله. اجلس. الأكل والشرب وما جرى مجرى الأكل والشرب أو قام مقام الأكل والشرب. أما قطرة العين، الإبرة التي تكون للألم وغيرها، هذه لا تؤثر. نعم. طيب، أوقف، أوقف. أي نعم، نعم. ماذا لديك؟ ها، ما شاء الله. وهذا تتكلم عربي؟ طيب أسفل اللغة الفرنسية. نعم، الحمد لله. إذا لا تتكلم تقدم، تعال هنا هكذا أحسن. طيب، الأكل والشرب وما جرى مجرى الأكل والشرب أو قام مقام الأكل والشرب، الحمد لله، غير هذا. نعم يا أخي، الجماع، يا أخي ما تصوم؟ فكر. الخي عمدا، الاستمناء يعني تعمد إخراج المني، خرج بهذا ما لو نام واحتلم. الحجامة، فتح الله عليك يا أخي، على قول هو القول هذا، سبحان الله. نعم، أجلس. نعم، الردة لم تحط كل الأعمال. نعم، فتح الله عليك. طيب، قال من أفطر بجماع ماذا عليه؟ من أفطر بجماع فماذا عليه؟ عليه إمساك بقية اليوم، وعليه قضاء هذا اليوم، وعليه كفارة، وهي صيام شهرين متتابعين. أيوة، خطأ، رجعت. نعم، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين بالشهر الهجري أو ميلادي. يا أخي لا تفكر في الشهر الميلادي أبدا، هذا ليس لنا، الله يهديك، سبحان الله. نعم، امشي بعد. إطعام 60، الله يفتح عليك. طيب، يستحب للصائم أن يصنع أشياء، ما هي يا إخواننا؟ يستحب للصائم صنع أشياء، ما هي؟ لله، والبقية يا إخواننا ما يصوم.
نعم. الصدقة والدعاء وقراءة القرآن وصلاة التراويح. يا أخي أنا أذكر كل شيء. وتعجيل الفطر وتأخير السحور والاعتمار فتح الله عليك. أسأل الله يبلغنا وإياكم. الله المستعان. أجلس. طيب، يحرم على الصائم أمور، يحرم عليه ماذا؟ غيبة ونميمة، مطالعة القنوات التلفزيونية في نهار رمضان وفي ليل رمضان وفي غير رمضان. نعم، فتح الله عليك. اصبر. يحرم عليه الغيبة والنميمة وغيره. لا، هذا اتركه انت الان، غيره. اجلس. يباح للصائم، يباح للصائم ماذا؟ يصح له ان يتبرد، يغتسل، نعم، يذوق الطعام لحاجه، نعم، لا اشكال، يذوق الطعام هكذا، يذوق فقط حتى يعرف ان الملح جيد ام لا. مثلا المراه تذوق الطعام فقط لكن للحاجة، ابتلاع الريق، يصح؟ يصح، لأنه لم يدخل شيء إلى جوفي أصلا، مفهوم؟ طيب، إذا تعدى عليه إنسان بالسب والشتم ماذا يصنع؟ يرد عليه؟ إيه نعم، يرد عليه إني صائم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. تتعود في الصيام على هذا حتى تكون بعض الصيام، صح؟ طيب، نعم. من يذكر لي الصيام المستحب؟ الثاني صيام النذر. النذر قال عليه الصلاة والسلام أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هل نذر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولو كان خيرا لسبقنا إليه عليه الصلاة والسلام. إذن أترك النذر أبدا، مفهوم؟ طيب، أما الكفارات على ما ذكرنا، مثلا إذا جامع في نهار رمضان عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، هذه كفارات تجب عليه هنا. بعد هذا الصيام المستحب، من يذكر لي الصيام المستحب؟ تعرف؟ نعم يا أخي. صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام محرم وشعبان، عشر من ذي الحجة دون يوم العيد مع يوم عرفة لغير الحاج، والتاسع والعاشر والحادي عشر من عاشوراء وغيره، وست من شوال. ست من شوال الأولى أن يصوم اليوم الثاني، يبدأ بالصيام، هذا الأولى والأحوط، يصوم اليوم الثاني، نعم، وبهذا يتم الصيام في اليوم السابع، مفهوم؟ نعم، يتابع الصيام، هذا أولى. لكن من الذي يصوم ست من شوال؟ الذي صام رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان، وهذا الذي عليه قضاء يصوم القضاء أولا. كيف يشتغل بالنافلة عن الفريضة؟ ما يصح، مفهوم؟ غير هذا، صيام يوم وفطر يوم. طيب، فتح الله عليك. الصيام المحرم ذكرته الآن يا أخواننا. نعم يا أخي. صيام يوم العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى وأيام التشريق، وصيام يوم الشك آخر يوم من شعبان، أو يتقدم بيومين كذلك، وصيام إفراد يوم الجمعة بالصيام. نعم، فماذا يصنع من يريد صيام يوم الجمعة؟ يصوم الخميس أو يصوم السبت، وصيام يوم السبت على قول، وعلى قول أنه مكروه، مفهوم؟ وغيره، صيام الدهر، وصيام رجب،
صيام رجب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لم يثبت شيء في فضل رجب. مفهوم؟ أجلس فتح الله عنه. نعم. أبقى مسألة أذكرها الفقهاء رحمهم الله هنا في كتاب الصيام. صلاة التراويح تقدمت معنا، فنقول صلاة التراويح تقدمت في كتاب الصلاة. يبقى معنا الاعتكاف، سنة مؤكدة واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، واعتكف أزواجه من بعده. يعتكف ينقطع عن الناس. مبطلات الاعتكاف، نسأل الله السلامة والعافية، الردة والجماع والخروج كثير، لا يعد أنه معتكف. يعتكف أين؟ في كل مسجد. لو قال قائل في حديث لا اعتكاف إلا في 3 مساجد، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: إن صح الحديث يكون معناه لا اعتكاف أي كامل، وصح الاعتكاف في كل مسجد. مفهوم؟ تنقطع في هذا المسجد بالاعتكاف عن كل أحد، وأقل الاعتكاف يوم وليلة. أصلا على ما يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، الاعتكاف يكون في 10 الأواخر من رمضان فقط. هل يعتكف ليلة العيد؟ لا، اتفق العلماء رحمهم الله أن ليلة العيد ليست من رمضان، يخرج بإتمام يوم 30 بعد المغرب، أو بإعلان دخول الشهر إذا كان الشهر 29 يوم. هذا ما يتعلق والله أعلم بالاعتكاف. ذكر المؤلف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال. يعني مثلا أراد هذا الأخ أن يعتكف، هو مثلا في مدينة الدار البيضاء، وقال: أنا أريد أن أسافر إلى مراكش أعتكف هناك. لماذا؟ قال: أجر أكبر وكذا. نقول: لا، لكن قال: أنا أعتكف هناك من أجل المسجد هذا مصرح من الدولة للناس بالاعتكاف فيه. نقول: نعم، لأنه هذا السفر كان ليس لشد الرحال للمساجد، ولكن للإذن في الاعتكاف، هذا يصح ولا إشكال فيه. شد الرحل للاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصح؟ نعم يصح ولا إشكال. طيب، بهذا ولله الحمد تم كتاب الصيام. نراجع ثم بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى نكمل. من يذكر لي ما أخذنا في كتاب الصيام؟ كم بقي؟ ساعة؟ إن شاء الله. نعم، كتاب الصيام لغة الإمساك، وشرعا التعبد لله. إذا لابد من تعبد، يعني نية وإمساك، هذا هو الصيام. التعبد لله، نعم، التعبد لله بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. النية تختلف من الفرض إلى النفل. في الفرض لابد من تبييت النية، وتكفي النية في أول الشهر. أما النافلة تصح، يصح أن ينوي في أي ساعة، لكن لا يأخذ ويحسب الأجر إلا وقت النية، يعني عقد النية بقلبه. طيب، أقسام الصيام، قلنا صيام واجب ومستحب ومحرم، وعلى قول عندنا الصيام مكروه في من يرى مثلا كراهية الصيام يوم السبت أو يوم الجمعة. نعم، الصيام الواجب رمضان والكفارات والنذور، وصيام مستحب ما ذكرنا،
وكذلك يقال في المحرم والمكروه. مفسدات الصيام، ثم ما يستحب للصائم ويحرم على الصائم. الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار، وبعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى نبدأ بكتاب الحج. والله أعلم، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. الله أعلم. أن يا أخوان، الحمد لله الكتب تكفي وزيادة، فلا يصح يعني المزاحمة وكذا، فيعني طالب العلم يعني يتأدب في كل الأحوال، وخاصة الآن هنا أنت تريد كتاب تستفيد منه وكذا، فلا يعني يكون هناك زحام، الكل إن شاء الله تعالى يأخذ كتاب واحد فقط، ويأخذ الكتاب بحقه، صح؟ تعلم ويعمل ويدعو ويصبر. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم.